ايش يقول؟ ما معك ريموت طيب؟ يا ربع عندي 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 موضوع. السلام ايش رايكم بالتنمر؟ نبدا من عند مشعل. تنمر بشكل عام؟ هل واجهت التنمر من قبل؟ وهل اثر فيك هذا الشيء؟ او هل احد تنم يعني هل اثر فيك بشكل عام يعني او لا؟ حبيب قلبي سالم يعني سال السؤال هذا تعرض للتنمر وهو طفل يعني بسبب كبر راسه ما شاء الله تبارك الله يملك راسا كبيرا ما شاء الله تبارك الله راسك اكبر من راسه اي والله راسك هذا عقاب انا اشوف انخلف السحر راسي انا والله تعرضت للتنمر يا سلام بس ما تكفى انا امون عليك صح خلينا نبلش كذا تكفى كيف خلينا نبلش من عند مش لين يوصل خلني اشكي خلاص سولف سولف والله ما ردك احس شوف الفقعة يا اخي ايش دخل الفقعة بالتنمر انا بقول لك اسمع اسمي انا بقول لك متنمرين عليك خنزول وباقي نصه عشان هذا والله كيف يقولون لا كاني هزيم الرعد يا رجال هزيم الرعد والله العظيم ف شو المشكلة انا ها لكن اقوى منك شوف انت من جيل تحت الألفين إيه اذا انت اي واحد في راسه اقل شيء 3 فلوس اي 7000 سبب الذكاء الفلقي كم تعطيني؟ ويندي 2003 ها؟ لا لا مو ب 2003 انت 97% يعني اكسنت متأكد 2003 اي والله هذا رايي 96 هذه ايش معناها؟ 95 يلا اضحي قد قول علم 97 ها؟ 1992 انا ما شاء الله اسالك بالله لا 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 تسالني بالله استغفر الله العظيم 96 باقي يرقه باقي 96 اكبر منه اي شهر؟ لا 96 اي شهر؟ اي شهر طيب؟ ها؟ لعلنا يعني ما صارت حرب عالميه لعلنا نسينا الموضوع ما صار شيء بعمره يعني عشان ما شهدنا عرفت؟ حتى لو انه صار اخوي عدنان الله يذكره من تو اقسم بالله كان معذبني بحياتي تخيل يا جماعه الخير مره طارد انا واخوي عدنان امسي عليه من هذا المكان واقول له الله يسامح فيه نبي القصه والحكمه من وراه انا بعطيكم قصه والحكمه هو وراه يا سلام نعم عشان يستفيد المشاهد لكي يستفيد المشاهد يا سلام تركتنا امي الله يطول عمرها والله يخليها لكم ان شاء الله جميعا يا رب العالمين في المنزل كان عندها يعني حاله طارئه كانت في المستشفى فكنت انا وعدنان في البيت اكبر منك ولا اصغر منك اكبر مني بسنه حلو كنت اتمشى انا وياه ها هو كان من النوع اللي اذي حرق اذي وانا كنت من النوع اللي احرق اعصابي حاره يجي من اقصى اي والله جاء ظهرنا لطمني ما ادري ايش سوى فيني المهم استفزني بشيء حط رجله هو الله يذكره الخير كانه يا رجل برق سبايدر مان يتسلق اي شيء يا رجال لو جاء من هنا لبق فوق كذا فجاه ما ادري ايش سوى مؤثرات صوتيه متعب عليها ما تكمل السالفه ترى في رمح البصر هذا المهم الحقه هو يطلع فوق الثلاجه اطالع فيه فوق يا جماعه الخير انا قاعد اطالع فيه اقول له انزل تعرفون الصومطره هذه يا جماعه الخير ايه الشطه الحاره هذه عصرها وانا طالع فيه الا في عيوني لا اله الا الله والله العظيم ابغى ابكي يا جماعه الخير ما قدرت ابغى ابكي حراره يا رجل المشكلة أمك من موجودة يعني ما تقدر ما فيه أي حنان في البيت أبدا تبغى تبكي و... أي ملجأ ما في ملجأ عدل فوق يضحك شيء الإصلاح ما في ملجأ غير إنك تطق راسك بجدار بس ما في طق راسك بجدار ما في هذا الملجأ أبغى أبكي في دموع لكن الدموع مو ملاقي طريق يوم إني يبكي ليه ما تنزل الدموع يا رجال اسمعني أنت قصيدك الحين عيوني توجعني أنا أسلم أسلم حطمت أنت يلا استحمس عرفنا حمس من ابوي عرفنا كابوس غسان عدنان اقول لك طاح عدنان اغمى عليه طاح من الضحك لا اله الا الله وطاح من فوق الثلاجه وانا جاي ابشركم ما شاء الله حي يرزق الحمد لله يا رب الكلام اي والله ف الحكمه من القصه لا تثق اسمع اخر مره السدسه هذه يا مرحبا تعال ايه عندنا فعاليه خلص فقرتنا بس